مطرية الفرسان كفر وزندقة وفسق وفجر ومحبة للآل يا إخوان قاموا بتحريف الكتاب وعرفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. عارفين طبعا ان في دايما في التاريخ اشخاص كتير جدا مهمة ومشهورة وما ينفعش حد ما يعرفهاش. هذه الاشخاص حتى سواء كانوا كويسين او وحشين، مجيدين سيئين، المهم ان في اشخاص مشهورة. هذه الاشخاص كل الناس تعرفها، يعني ما فيش مسلم على وجه الارض ما يعرفش ان ام الرسول عليه الصلاة والسلام هي السيدة آمنة بنت وهب، حتى لو ما يعرفش تاريخها ايه، ولدت امتى، مش مهم، المهم ان ارتباطها بشخصية مشهورة ادالها هي كمان هذه الشهرة. دي من الامور المسلمه. حتى في مسلم ما يعرفش ان في واحد اسمه ابو لهب، في مسلم ما يعرفش حتى يوليوس قيصر، لا، المساله في اشخاص تاريخيا مشهورين لارتباطهم ووجودهم في خطوط تماس مع اشخاص اكثر شهره. وعلى ذلك لا يمكن ابدا ان نتفاجئ مثلا واحد يجي يقول لي ايه ده الرسول عليه الصلاه والسلام له ابن زياده، او انه تزوج واحده ويالف اسم. صعب جدا ان ده ينطلي على اي حد، صح ولا ايه؟ لازم نتفق على المساله دي، ان ما ينفعش واحد يجي النهارده يقول ده اكتشفنا ان في ابن للرسول ما كانش حد يعرف عنه حاجه، او ان اكتشفنا الرسول تزوج واحده وما قالش لحد. مش ممكن الكلام ده، مستحيل حتى عقلا، والعقل من اهم مصادر الاستدلال عند الشيعه. لكن المشكله عند الشيعه ان الشيعه عندهم المستحيل العقلي ممكن، يعني الحاجه المستحيله ممكنه عند الشيعه، ما فيش اي مشاكل. لكن دلوقتي احنا مضطر ان انا اكشف سر خطير. محمد سعيد العرادي هيكشف لنا سر في منتهى الخطوره، هيضيف لنا واحده تزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام وشخصيه مغموره محدش يعرف عنها حاجه. نسمع ونرجع لكم تاني ان شاء الله. هل تمتع رسول الله؟ رسول الله تمتع لو ما تمتع؟ نعم تمتع. هذا الراوي يسال الرسول، رسول الله تمتع؟ فقلت فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، وقرأ هذه الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام اطلعت عليه زوجته وكان مع امرأة، فاتهمته بأن هذا العمل يعتبر فاحش. واحدة من أزواج النبي، زين، اتهمت النبي بأن شنو؟ قاعد يمارس الفاحشة. فقال لها: لا، إنه نكاح بأجل، يعني لمدة معينة، زين، هذا وقد أحله الله لي، زين، فاكتمي. تكتم على هذا الحديث، ولهذا قالوا: وإذ أسر النبي إلى أهله حديثا، زين، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، يعني أسر، قال لها اكتمي، فاطلعت عليه بعض أزواجه. هذا الدليل على أن النبي على سمعتوه دلوقتي هو بيقول نكاح بأجل، كده نكاح بأجل يعني نكاح المتعة يعني، بس هو ما قالناش اسمها ايه، يعني سابنا كده في بحر من الحيرة. كنا عايزينه يعني يتفضل ويتكرم ويقول لنا مين دي، واحدة النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بها ومحدش يعرفها. مش ممكن، المرأة مجهولة، مش معقول. لكن هذا الرجل أتى بمخاريق، جاب كلام غير حتى الموجود في كتب الشيعة نفسهم. صحيح في رواية عند الصدوق اللي هو ذكرها دي اللي بتثبت ان حصل ان الرسول تمتع، طبعا هذا من الكذب. والآيات اللي جابها دي في سورة التحريم، قصة سورة التحريم بدايتها تحديدا اجمع عليها السنة والشيعة تقريبا. يعني هي مسألة ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم فيها رأيين، رأي يقول قصة المغافير وشرب العسل وزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان يعني نشم منك رائحة مغافير اللي شربها عند السيدة زينب. والاحتمال الثاني او الرأي الثاني انه في بيت حفصة وفي يومها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورأته يجامع ماريا القبطية. عايزين بقى نقول درس كده حلو جدا، انا راجل مصري لازم اقول لكم حاجة مهمة جدا. ماريا القبطية جارية، يعني ايه جارية؟ يعني توطأ بملك اليمين. كان هنا في مصر حاكم اسمه المقوقس، لما ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسفراء والكلام ده، ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، كان من ضمن هذه الهدايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم جارية اسمها ماريا القبطية، يملكها النبي ملك يمين. والقرآن الكريم يقول
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فأيها الزاكي العبقري، أنا مش عارف والله، والله يا أخوانا كوارث. هذه مالية القبطية ملك يمين، ملك اليمين مش محتاجة عقد أصلا، ده بتتشرى يعني، يعني توطأ بملك اليمين. فأنت جبت الكذب بتاعك ده منين؟ لو أنت صادق، لو حد من علماء الشيعة صادق، يجيب لنا بس اسم الست دي إذا ما كانتش هي مالية القبطية. لو رجعنا لكل تفاسير الشيعة، ده دول الناس اللي بتتكلم، دول دجالين حتى ما عندوش علم بكتبه. كل تفاسير الشيعة أجمعت على إن هذه الواقعة تخص مارية القبطية، ما فيهاش متعة. متعة إيه؟ المتعة دي الواحدة لا هي زوجة ولا هي ملك يمين، يبقى تمتع بيها ما فيش مشكلة، لكن هذه جارية توطأ بملك اليمين. هذه واحدة. وبعدين بقى أنا عايز كل الناس كده تبقى سخنة معايا، عايز أقول لكم مفاجأة رهيبة، إنه هذا السر العبقري كان بيتكلم عنه دلوقتي محمد سعيد العرادي موضوع تاني خالص. لو شفنا أول تفاسير الشيعة أو أهم تفاسير الشيعة في بداية عصور التشيع الأول، تفسير اسمه تفسير القمي. تفسير القمي في الجزء الثاني منه تقريبا، وهو بيفسر سورة التحريم. موضوع بسيط، أنا اللي شايف إن الكلام اللي أنا بقوله غير صحيح يروح يشوف الكتب بتاعتكم. في تفسير القمي، في تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، بيشرح بيقول إيه بقى، إنه نفس الموقف حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفصة، وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله في بيتي وفي ليلتي، يعني في يعني تجامع ماريا في بيتي في غرفتي يعني. فقال النبي لها صلى الله عليه وسلم أسر إليها بخبر، حسب الرواية الشيعية، نحن لا نسلم بصحة هذه الرواية، لكن دي كتبكم. أنا عايز كل واحد منكم دلوقتي من الشيعة اللي سمعني يسأل علماء الحوزات، يسأل أي سيد من السادة، إيه هو السر اللي ذكر في كتاب تفسير القمي؟ السر إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بحفصة وقال لها سأخبرك بسر فاكتميه. كان السر إيه؟ إن أبا بكر سيلي هذا الأمر بعدي، وسيليه بعده أبوك عمر بن الخطاب، فاكتمي هذا الأمر. ده الكلام اللي في تفسير القمي. فما كان من السيدة حفصة حسب هذه الأكاذيب يعني إلا وذهبت ونشرت هذا الخبر وأخبرت السيدة عائشة. وأطلع الله بالوحي، أطلع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن حفصة فعلت هذا. بهذه الرواية في تفسير القمي تثبت مسألة أن المنصوص عليه مش علي بن أبي طالب، إن المنصوص عليه هو سيدنا أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب. ونبقى متشكرين قوي برواية القمي دي. وبعدين يعني حتى الكلام نفسه الكذب بيضرب بعضه. يقول إيه هو محمد سعيد العرادي، هو بيتكلم يقول إيه، قال لها اكتميه إن الله أحله لي. أحله لي يعني إيه؟ يعني المتعة دي للرسول بس ومحرمة على الشعب يعني وعلى العوام؟ تكتمه ليه؟ مش حلال، مش شرع ربنا يا حبيبي، تكتمه ليه؟ ولا هو المتعة خاصة للرسول؟ يا ريت الناس دي، يعني أنا أتمنى إن أشوف واحد من علماء الشيعة الكذابين مخضرا في الكذب، لما يجي يكذب ما يكذبش كذبة تبوظ منه، لازم تبقى محترف في الكذب، لكن كل كلامك ينقض بعضه بعضا كده، تثبت إن المتعة حلال فقط للرسول بس. وبعدين لا، ده قال لها اكتميه ليه؟ ده دين ربنا، هو دين ربنا يكتم؟ ما اعتقدش ان الرسول عليه الصلاه والسلام يريد لشريعه الله ان تكتم، والا لما بلغ الرساله، ما يعتبرش بلغ الرساله. وطبعا يا اخواننا اذا كان هو ده اسلوب ومستوى واشكال وعقول علماء الشيعه زي محمد سعيد العرادي ده، فما فيش، مش مستغرب ابدا ان يجي واحد زي الشيرازي ويطعن في الرسول عليه الصلاه والسلام، يتهم الرسول بالدياثة، استغفر الله العظيم، ونقل الكفر ليس بكافر، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالديافة، أو يتهم بعدم علم الغيب وعدم استحقاق أن يكون رسولا. طيب حقيقة حصل هذا الكلام؟ حصل طبعا. نسمع الفيديو نعلق عليه إن شاء الله. يلعنها الله، لماذا لا تلعنها؟ هل أنت مسلم لا تلعن عائشة؟ الله يلعن عائشة في الدنيا والآخرة، الله أعد لعائشة عذاب مهين، وأنت لا تلعنها، وأنت لا تتبرأ منها، وأنت لا تنشر جرائمها في العالم في طول الدنيا وعرضها. رسول الله يبغض زنديقة أو كافرة أو على الأقل فاسقة فاجرة، وأنت لا تلعن حفصة؟ ربما كانت زنديقة فلعنها، ربما كانت كافرة فلعنها، ربما كانت فاسقة فلعنها. عاش كافر، حفصة كافرة،
وإلا رسول الله كذاب وحاشاه. وإنما عائشة وحفصة كافرتان ساعيتان وراء الجنس. طبعا يعني لا نملك إلا أن نقول يعني عليك من الله ما تستحق. ليه أنا قلت أخوانا أن الراجل ده طعن في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالدياثة؟ الموضوع بسيط، هو قال تهمتين، اتهم السيدة عائشة والسيدة حفصة بإيه؟ مرة بالزنا والأفعال الجنسية، والمرة الثانية بالكفر. موضوع بسيط جدا. طيب أنا عايز كل إنسان دلوقتي معادلة بسيطة جدا، مش هنتكلم في أحاديث، مش هنتكلم حتى في آيات دلوقتي، نتكلم بمنتهى البساطة. نفترض معاذ الله، معاذ الله، سلمنا معاذ الله يعني أن السيدة عائشة زنت. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا لا يعلم؟ موضوع بسيط، واحد في بيته امرأته زنت، يعلم ولا لا يعلم؟ مسألة بسيطة. إذا قلتم أو إذا قال هذا الرجل، عشان كده احنا بنقول إنه هو اتهم الرسول بالدياثة، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن امرأته ارتكبت الزنا وتركها، أنت بتتهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الله بأنه ديوث يقر الخبث في أهله. أو لو قلنا إن الرسول لا يعلم، ما كانش يعرف، موضوع حصل وهو ما يعرفش، بسيطة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، يبقى سيد الأئمة اللي الأئمة كلهم امتدوا منه لا يعلم الغيب، وبناء عليه الأئمة الاثنى عشر كمان لا يعلموا الغيب، وتسقط حجتهم، يبقى الموضوع بسيط. بالإضافة لإيه؟ إن هذا النبي اللي لا يعرف إيه اللي بيحصل في بيته معاذ الله يعني لا يستحق أن يكون نبيا، ما ينفعش يكون أسوة للعالمين. معنى كلام الشيرازي أن الله جعله يعني مثلة للعالمين وليس أسوة أو قدوة للعالمين. وبعدين نفترض حالة الزنا دي معاذ الله يعني كانت، هنقول لو كانت في حياة النبي يبقى الفرضين اللي احنا فرضناه، ممكن العبقري ده يجي يقول إنها زنت ولكن بعد وفاته. بسيط، القرآن جاهز الموضوع ده. القرآن جاهز إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب بيقول إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. للقاعدة إن الرسول لو مات ممنوع أبدا إن واحدة من زوجاته تتزوج بعد وفاته أبدا، لأن ده عند الله عظيم. أيها العقلاء، ربنا سبحانه وتعالى يحرم على أزواج النبي أنهم يتزوجوا بعده ويجيز لهم الزنا بعده؟ أنهي عقول دي يا أخوانا؟ يا أخوانا ابعدوا عن المعممين، اقرأوا القرآن بفهم العرب، اقرأوا القرآن بفهم العرب. لا يعقل أبدا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل حكم شرعي يقول أنهم ما يتجوزوش ويجيز عليهن الزنا. ده مسألة في منتهى الخبل. هذه مسألة لما كفرهن وقال أنهن كافرات. طيب ماشي، بس في آية في القرآن، ما أنا إما صدق هذا الدجال يصدق ربنا، ما فيش عندي خيار آخر يعني. القرآن نزلت آية في القرآن الكريم، نزلت على من؟ الآية نزلت على الشيرازي ولا نزلت على الخامنئي ولا نزلت على علي الكوراني ولا نزلت على الرسول؟ أول واحد نزلت عليه هذه الآية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية بتقول إيه؟ بتقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية اللي نزلت على الرسول بتقول كده، ربك ينهاك لا تمسك بعصمة امرأة كافرة. ويأتي هذا الدجال ويقول إنها كافرة، يبقى إيه؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيعاند الأمر الإلهي. يبقى ربنا يقول اللي يقول وأنا أعمل اللي أنا عايزه. معاذ الله، معاذ الله. لكن الحق أنهن عفيفات وأنزل الله براءة السيدة عائشة. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو القرآن. المسألة فيه في منتهى البساطة. لكن هؤلاء قوم يملكون من الحقد والغل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه ما لا يعلم مداه إلا الله. وحتى في مسألة سب أمهات المؤمنين، تعرفين يا أخوانا عندكم أنتوا كشيعة المسلمين والسنة والحمد لله كلهم، كل المسلمين بيقرأوا القرآن حتى في شهر رمضان الشحنة الإيمانية بتزيد. أنا أعرف أن الشيعة لا يعرفون من القرآن إلا أربع آيات، فأنا أتمنى من كل معمم الشيعة، وده تبسيط للأمور يعني ما ياخدوش المسألة بحساسية، بدل ما يفضل شايل المصحف ورايق جاي وبتاعه وحطه يحرسه مش عارف من العين والقصص دي وما يقرهوش، اعملوا مصحف مختصر للشيعة أربع آيات، آية التطهير، آية الولاية وخلاص. لأن الشيعة لو حركوا نظره بعد آية التطهير سنتي، بلاش سنتي، يدوب بس شيل يا عم الآية 34 في سورة الأحزاب، شيل بس الرقم وخش على اللي بعدها على طول، اللي هي انتم بتسموها آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إيه اللي لازق فيه على طول؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآية دي نازلة لمين؟ موجهة كده لمين؟ ونون النسوة دي لمين؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لهذا أنا في مرة من المرات سألت واحد من علماء الشيعة سؤال بسيط بس كان مفاجئ بالنسبة له، قلت له هل من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يأتمن خائن على حمل كتابه؟
فقال أنت تريد أن تتكلم عن معاوية؟ قلت له لا، أنا عايز بس القاعدة، ربنا ممكن يأتمن خائن؟ قال لا. قلت له طيب، الله سبحانه وتعالى أتمن كل أمهات المؤمنين بما فيهم السيدة عائشة والسيدة حفصة، كل أمهات المؤمنين، قال لهم اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من القرآن اللي هو آيات الله والحكمة اللي هي السنة، هذه لن تنزل لأحد من أئمة من الأئمة الاثنى عشر مطلقا، هذه الآية فقط لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم حد عنده هذه المكانة؟ نصدق الله سبحانه وتعالى الذي يترضى عنهم ونؤمن بفضلهم، ولا نطعن فيهم كما طعن هؤلاء؟ والله إن القلب لا يحزن لما يسمع من هذه الترهات وهذه الخزعبلات. لكن انتهى وقت الحلقة، ولكن لا نقول أبدا وداعا، ولكن نقول إلى لقاء آخر إن شاء الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم شيعة قد شايعوا بوشا على تقتيل أهل